اختبارات تطبق على أنماط محددة من البيانات. إن التابع GetType مفيد جدا في تصحيح أخطاء الكود، لأنه يخبرك تماما ما هو نوع المتحول. أما لو كنت تريد فحص فيما إذا كان متحول يحوي نمط محدد من البيانات، فإن لغة PHP تؤمن لك ذلك من خلال توابع خاصة بكل نوع من أنواع البيانات. دخل هذه التوابع هو متحولات أو قيم، وخرجه قيم منطقية. يبين الجدول التالي أهم هذه التوابع. isArray يعيد هذا التابع القيمة true إذا كان المتحول الممرر له عبارة عن array مصفوفة. isBool يعيد هذا التابع القيمة true إذا كان المتحول الممرر له عبارة عن متحول من النمط المنطقي بوليان. isDouble يعيد هذا التابع القيمة true إذا كان المتحول الممرر له عبارة عن متحول من النمط الحقيقي double. isInit يعيد هذا التابع القيمة true إذا كان المتحول الممرر له عبارة عن متحول صحيح integer. isObject يعيد هذا التابع القيمة true إذا كان المتحول الممرر له عبارة عن غرض object. isString يعيد هذا التابع القيمة true إذا كان المتحول الممرر له عبارة عن متحول نصي string. isNull يعيد هذا التابع القيمة true إذا كان نمط المتحول الممرر له من النوع null. isResource يعيد هذا التابع القيمة true إذا كان المتحول الممرر له من النمط resource.